يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. في هذه الليلة ونحن نعيش أيام ذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نريد الحديث بشكل مختصر لأن الوقت قليل ومحدود حول التشيع، باعتبار أن التشيع الآن ينسب للإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهذا فخر وهذا شرف كبير للإنسان أن ينسب إلى هذا الرجل وإلى هذا الإمام العظيم. البعض حاول أن يربط التشيع ببعض الأحداث اللي جرت في التاريخ مثل كربلاء أو صفين أو غيرها من الأحداث اللي جرت في بدايات تاريخ الإسلام، فقالوا أن التشيع كان رد فعل وكان حركة احتجاج على الأوضاع القائمة، وبعضهم ذهب بعيدا بحيث أنه فسره بما يسمى بنظرية المؤامرة، أن رجلا اسمه ابن سبا وهو يهودي وجاء وسوى تشيع، وهذا الشيعة اليوم كلهم هم أتباع لهذا الرجل اليهودي. هذا موجود الآن، هناك أموال تبذل بالمليارات يعني بدون مبالغة في سبيل ترسيخ هذه الفكرة. لا نريد أن نقول نناقش هؤلاء لأنه كتب الكتاب وحتى غير المتدينين كتبوا كطه حسين وغيره كتبوا في الرد على هذا، ولا نريد أن نقول متى بدأ التشيع، لأنه نحن نعتقد اعتقادا جازما أن التشيع هو الإسلام. يوم أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس أجمع قائلا لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من هنا بدأ التشيع. هل تقول هذه دعوة؟ سأبين لماذا بدأ التشيع مع الإسلام، ولست في مقام الأدلة ومقام الجدال العقائدي كما يقولون، وإنما المعطيات اللي بين أيدينا يعني الوضع المعاصر يعيننا على أن نعرف لماذا بدأ التشيع من أول. إذا عرفنا أو إذا أردنا أن نعرف أنه متى بدأ التشيع أو لماذا بدأ التشيع بعبارة أخرى مع بداية الإسلام، لابد أن نعرف طبيعة هذه الرسالة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة ما هو شغلها؟ ما هو هدفها؟ إذا كان هذه الرسالة دورها وهدفها أن تربط الإنسان بالله عز وجل بما يسمى بالجانب العبادي، فإذا لا داعي للتشيع، ما في داعي للتشيع، باعتبار أنه الإنسان هذه علاقة بينه وبين الله عز وجل، سواء كان تصوف أو تشيع أو تسنن أو ما شابه ذلك، فهو يختار طريق إلى الله عز وجل، وكلها طرق كما يقول بعض المفكرين الإيرانيين المعاصرين يعبر عنها الصراطات، يعني هذه الصراطات كلها تؤدي إلى الله عز وجل. الحقيقة الرسالة الإسلامية ما جاءت حتى تخلي الإنسان يعبد الله عز وجل بس، يعني مو رسالة عبادة، وإلا الرسالات البقية بها عبادة أيضا، المسيحية قبل كان بها علاقة تنظيم العلاقة بين الإنسان وبين الله عز وجل. جوهر الرسالة ما هو؟ جوهر رسالة الإسلام هي حركة، إذا صح التعبير يعني قلت هذا تجوزا، حركة تغييرية وحركة ثورية في المجتمع، يعني جاءت لكي تهدم قيم قائمة، قيم جاهلية كثيرة كانت قائمة، لتبني محلها قيما أخرى، فهي تحمل مشروع القيم الأخلاقية والإنسانية العالية حتى تغير واقع الإنسان، لا أقول واقع المسلمين والعرب،
تغير واقع الإنسان كله، وهذا يختلف عن العبادة. العبادة الإنسان يروح المسجد يصلي، هذا جوهر الرسالة اللي جاءت حتى تزيل واقع وتبني واقع آخر. ولهذا يعني عندنا شواهد، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة في فتح مكة جاء وأمر بلال أن يصعد على الكعبة، أمر بلال أن يصعد على سطح الكعبة ويؤذن. ليش ما جاب غير بلال؟ بلال كان عبدا مملوكا وكان بائسا وكان فقيرا، بعد كم سنة يروح إلى المدينة يهاجر ثم يرجع بعد كم سنة قليلة إلى مكة، وإذا يصعد فوق الكعبة اللي هي رمز، أقدس رمز عند العرب وعند المسلمين في ذلك الزمن وفي هذا اليوم بالنسبة للمسلمين، يصعد على الكعبة. هؤلاء لم يستوعبوا هذا المعنى. قريش أو ما يسمى بالرجعية العربية لم تستوعب هذا المعنى، فقال قائلهم طوبى لفلان، يعني واحد من أباء وأجداده، قال طوبى له وقد مات ولم يرى هذا الغراب يعبر عنه على سطح الكعبة، أنه محمد صلى الله عليه وسلم ما وجد غير هذا العبد الأسود يصعد الكعبة وينادي ويأمر الناس بتعاليم النبي. إذن ثوت مفاهيم، النبي قدم نموذج، ما في داعي يقول محاضرة يا جماعة احنا غيرنا النظام. النظام بالجاهلية كان السيادة للكبير، مثلا من هو الكبير؟ كبير العمر. السيادة بالجاهلية من كان أكبركم سنا فهو مقدم دائما. طبعا هذا ما يعني انه احنا ضد هذا، في الإسلام الكبير يحترم لكبره، ولهذا من إجلال الله إجلال الشيبة، الإنسان صاحب الشيبة الكبيرة الكبير هذا يحترم لأنه رجل كبير وإلى آخره. ولكن أن يقدم في قيادة الناس وفي إدارة أمور الناس لأنه كبير، هذا الشيء مفهوم جاهلي ما موجود بالإسلام. الإسلام ضرب هذا عرض الجدار، فجاء ونقض المفاهيم. عند العرب كان العربي مقدم على الغير العربي، جاء الإسلام وقدم بلال وقدم صهيب وقدم فلان وفلان نماذج يعني من غير العرب قدمهم، وقدم سلمان، وحتى بل بالعكس يعني جعل سلمان من جعله في الذروة حينما قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، جعل من سلمان بالدرجة العالية، وهو فعلا وصل إلى درجة عالية بالإيمان، يقول إن الإيمان على 10 درجات وقد وصل سلمان إلى الدرجة 10 من الإيمان. نعم، وين تعلم كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ لأن النظام الذي جاء به النبي هناك منظومة كاملة غيرها. ما كان بعد، كان أبو سفيان هو اللي معبي الشاشة، كان أبو جهل معبي الشاشة، كان فلان وفلان من هؤلاء، راحوا هؤلاء، صار سلمان، صار أبو ذر اللي كان جاي من الصحراء، صار فلان. هذه المفاهيم، مفاهيم الطبقيات، مفاهيم العرق أنه هذا من جماعة وهذا من جماعة، مفاهيم الغنى إنه هذا غني، بجاهلية كانوا يقدمون الغني لا يقدمون الفقير. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس هؤلاء الذين كانوا يسمون بالأعبد، أجلسهم إلى جواره، حتى كان البعض يقول له يا رسول الله أو يا محمد لو أبعدت عنا هؤلاء الأعبد، هؤلاء ريحتهم ضوجنا، هؤلاء الذين يجلسون معك إحنا لو تشيلوا هؤلاء، جيب فرد ناس مرتبين. طبعا لكنهم ما كان مثل اليوم يعني سعى عند الناس غنى فيشتري ملابس ويلبس وعطور، ما كان شيء موجود. الأغنياء تجار مكة كان عندهم إمكانات، فكان يستنكفون من هؤلاء يسموهم الأعبد أنه ابعد هؤلاء عنك، هؤلاء ريحتهم ما تعجبنا وملابسهم ما تعجبنا، أريد ناس جالسين مرتبين، العطور الفرنسية عليهم، الملابس الآخر مدير عليهم، هذول هذه جماعتك هؤلاء نجحنا، غير هؤلاء ما نأتي. ضرب النبي هذه المقاييس ليس يعني تشجيع لهؤلاء لأنه مثلا بهالحالة، لأنه وإنما كان بداية الإسلام. ونزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم يريدون وجهه، ما عليك
من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقعدهم فتكون من الظالمين. هؤلاء عز الإسلام بهم وقوة الإسلام بهم. فإذا جاء مفاهيم جديدة، ومن هنا نعرف أن التشيع بدأ من هناك. النبي كان ينظر صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مستقبل هذه الرسالة، ما دام النبي موجود وما دام النبي معهم قريش أو ما يسمى بالرجعية العربية كانت تتربص الفرس بالنبي حتى يموت، كان ينتظرون. ولهذا لما رزق بولد ومات ولده فرحوا بذلك وقالوا إنه أبتر، يعني إنه مقطوع. لا، عند عادة العرب يورثون، حكم الوراثة إلى الآن موجود. الإسلام ما بيورث أبدا. قد تقول كيف الأئمة عليهم نص؟ الأئمة عليهم نص، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك القرآن الكريم يؤيد هذا، فقد ذكر القرآن أن الله اصطفى أناسا واصطفى أسرا، اصطفى آل عمران وآل إبراهيم على العالمين، واصطفى آل محمد أيضا صلوات الله عليه. كما أنه اصطفى آدم ونوحا، ما عدنا آل نوح ولا عدنا آل آدم، عدنا أفراد وعدنا أسر. اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين، فمن قضية وراثة كما يحاول يصورها البعض. النبي كان ينظر إلى مستقبل هذه الرسالة بعين الحقيقة وبعين الغيب أيضا، لأنه جبرائيل أخبره بذلك. وعدنا روايات كثيرة، لا لست في مقام ذكرها الآن، أن النبي رأى في يعني فيما يراه بطريقة أخرى، رأى بأن بنو أمية ينزون على منبره من بعده، يعني راح يستلمون المقاليد بأيديهم نزوى القردة، فكان ذلك يحزنه، وذكرنا هذا في بعض الليالي في شهر رمضان، كان يحزنه ذلك. ماذا أعد لهذه المهمة؟ أعد لهم هذه المسألة، أعدهم علي بن أبي طالب عليه السلام والخط الذي يحمله هذا الإمام. ولهذا يقول أكثر مفسر يعني من العامة، يقول في قوله تعالى أولئك هم خير البرية، فيسأل النبي عن معنى الآية كما يقول السيوطي وغيره، قال هم علي وشيعته. نعم، وفي قوله تعالى في سورة العصر الذين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أيضا هناك بعض الروايات في كتب العامة يقول بأنهم هؤلاء هم الشيعة علي سلام الله عليه. هذه أيضا من كذا روايات كثيرة، يعني لسه في مقام روايات ذكر الروايات. قد يقول بعض ما نقبل بها الروايات، هذه اختلقها البعض، وكما الطرف الآخر عنده روايات، لكن نحن والواقع، نحن والواقع. كما يقول السيد الشهيد رضي الله عليه، يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن له أن يتخلى عن هذه التجربة ويتركها في مهب الرياح لمجرد يعني الإسلام، كل هذا العظيم والتضحيات كلها لمجرد 10 سنوات بس بالمدينة وبس انتهى كل شيء. لا بد من خط يحمل هذا الإسلام. تعال الآن قل لي من الذي يحمل الإسلام؟ يحمله مروان، يحمله بنو أمية، يحمله بنو العباس، يحمله سلاطين بني عثمان، عثمانيين قدامى وبالجدد، يحمله آل فلان وآل فلان اللي يحكمون الآن دويلات التي تئن من الظلم وتئن من الجور. من الذي يمثل الإسلام؟ لو تدور الآن كل العالم لا تجد إلا هذا الخط، وهذا ليس مصادر للآخرين، لا تجد إلا علي وشيعة علي سلام الله عليهم علي وعليهم. طبعا ما نقول شيعة، ما نقول يعني قد واحد يقول شيعة وين عندهم خرابيط وعندهم مشاكل، لا نقول كل واحد، مو كل واحد شيعي. وقد ذكرنا هذا مرارا، من كان في مصر، يقول إمامنا الصادق عليه السلام صاحب هذه الذكرى، من كان في مصر في بلد في بلدة في مكان وكان فيهم 100,000 وفيهم من هو أورع من فليس من شيعتنا. هذا الإنسان الذي يكون في مكان لا بد أن تتحدث المخدرات بورعه وصدقه، يشيرون إلى بالبنان، وهذا ما موجود طبعا الآن،
يعني ما موجود على مستوى نعرفهم، انه هذا متميز جدا بحيث اصدق الناس هو هذا الشيعي، اكثر الناس علما هو هذا الشيعي، اكثر الناس تقوى هو هذا الشيعي، اكثر الناس اخلاصا. هذا وين نطبق على وضعنا؟ نطلع بلا شيء. لكن نحن نقول هذا صار شيء متعارف، نقول نحن ان شاء الله جعلنا من محبي شيعة علي بن ابي طالب، ما نقول من شيعتهم، لانه هذا الدعاء جدا صعب. وذاك الانسان لما جاء الامام رضا عليه السلام وطرق الباب، حبسه الامام كم يوم، ظل يروح ويجي شهر تقريبا، اتاذى، قال يا ابن رسول الله انت خزيتنا امام الناس، ذولا نقول لهم نحن شيعة ما تدخلنا عليك. قال له هل واحدة من الأشياء اللي يكتب، هل إذا واحد يحتاج من عندكم يمد يده إلى جيب صاحبه يتناول حاجته ويروح؟ قال لا، إحنا أبسط الأمور ما حيسوي يعني. فإلى آخره، هناك مواصفات وهناك حقوق وهناك أمور لابد الإنسان أن ينتبه إليها. إمامنا الصادق عليه السلام نحن ننتسب إليه لأنه كما يعني معروف ليس هو مؤسس المذهب، لا، المذهب أسس أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها هذا محمد حسين هيكل أحد الكتاب المصريين. هذا الرجل كتب كتاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر معنى حديث العشيرة يسموه، لما النبي بعث دعا عشيرته، دعا قومه، وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعاهم من يؤازركم، من يؤازرني على أن يكون أخي وخليفتي من بعدي؟ فأحجم القوم إلا علي عليه السلام، قام ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة طبعا يقوم ويجلسه النبي، في المرة الثالثة قال له أنت أخي وأنت وصي وأنت وارثي إلى آخره. فقال له هذا بعد ما ألف كتابه، قالوا هذا الكتاب كلامك نفسه يقول به الشيعة. قال وإن حتى لو قال التاريخ يقول هذا وأنا أتبع التاريخ. جيد، في الطبعة الثانية عرضوا علي أن يشترون عنده 1000 نسخة 500 جنيه مصري، طبعا ثانيا بس بشرط واحد، شيل لنا هذه. قال ايكم يازر ويكون كذا وكذا وكذا، غيره بدل ما يقول اخي ووارثي وخليفتي سوى كذا مقابل 500 جنيه، باع دينه وباع ضميره، وهذا موجود الان. نحن الان نعيش هنا في امريكا، في انسيكلوبيديا كما يسمى، دار معارف امريكيه، مكتوب بها، واحد بعض الناس يطلعون عليها، مكتوب بها اختلف المسلمون بعد النبي محمد إلى فرقتين، يعني السنة والشيعة، والشيعة يقولون بأن علي لا فرق بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم، أنه هذا صلى على محمد. هذا تعريفهم للشيعة، أن الشيعة يجعلون النبي محمد والإمام بمنزلة واحدة، كذب صريح يعني، كذب واضح، لكن هذا يدرس ويقرأ موجود. زين، كم هذا، كم ورد دافعين علي هذا الكلام؟ من اللي وصل الى هنا؟ في هذه البلاد يعني اللي بيها حريه وبيها كذا. التزييف التاريخ الذي استمر واللي خل الان عند بعض الدول ما يسمى بالفوبيا. فوبيا التشيع يعني، يخافون من الشيعه بشكل غريب، مو لان الشيعه دين اخر، مو لان الشيعه يعبدون غير الله غير رب ويصلون الى غير جهه. الشيعة كما ذكرت في البداية مبدأ لا يعرف السكوت على الظالم، ما يعرف. الآن الأنظمة الموجودة لو تدور كل مقاييس الشيعة ما تصححها أبدا، أي على أي مقياس يعني، كيف تقبل إنسان؟ ولهذا حرية الرأي عند الشيعة، عند أهل البيت سلام الله عليهم، حرية الرأي، حرية التعبير عن الرأي، حرية نعم، عدم الرضوخ وعدم السكوت على الظالم مبدأ أساسي. ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار بينما تعشوا فتى الآخرين، يسبح ويبجل بالحاكم صباحا ومساء حتى يقبض من عنده. هذا ما موجود عند أتباع للبيت، وإنما عبر التأليل. ليش تعرضوا إلى القتل، تعرضوا إلى الدماء، تعرضوا إلى المجازر؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن له أن يصحح حكم ظالم أبدا مهما كان، مو لأنه ذاك حكم يختلف عنه بالمذهب، حتى لو حكم شيعي. حكم الشاه كان قبل كما يعني معروف حسب الظاهر أنه كان حكما شيعيا كما يقولون، لكن حكم شيعي كل الشعب ثار عليه. ما في مسألة أنه هذا سني وهذا شيعي، هذه النقطة يابد أن نفهمها، أنه قضية مو قضية دينية. الآن ما يثار بالإعلام وبالصحف
والمد الشيعي ومصر صارت شيعية والمغرب صار شيعي وفلان. قضية سياسة، قضية انه شلون يتوارث هؤلاء يورث الحكم لابنائهم، شلون، على اي مقاييس؟ على مقاييس الشيعة ما تمشي ابدا، ما لها اي حل، ما بيها حل. يدور الحل هناك، اسمع لاميرك وان ضربك وان جلد ظهرك، اسمع له واطيع. ولهذا شوف امير المؤمنين، امير في المغرب في كل مكان امير المؤمنين. زين هذا امير المؤمنين شلون حالته، عبادته، ورعاه، تقوى بالنوادي، نوادي البلدان الاوروبيه، هذا امير المؤمنين. نعم اسمع له واطع. فلا بد ان نصحح له، لا بد التاريخ كله تغيره وتغير الفقه على مود امير المؤمنين، حتى يصير عندنا يضبط انه يصلي ويسكر. لازم يضبط هذا، هذا في مقاييس اخرى ما يضبط. على كل حال هذا اللي خلى المنصور امام صادق ما عنده كان جيش ولا عنده شيء ولا عنده حركه سياسيه. جاءه بعض ابو سلمة الخلال قدم له كتاب يدعو الى الحركه، اخذ الكتاب حرقه على شمعه وقال: يا موقدا نارا لغيرك ضوها ويا حاطبا في غير حبلك تحطبه. قال له الرسول: اين الجواب؟ قال: هذا الجواب، ما عندي تحرك سياسي يعني. القضيه مو اللي بده يدوسون الثوره ويردون يتحركون بس، لا. ولهذا ركز على الفكر سلام الله عليه. اهل البيت تحركوا وقاموا بطريقه اخرى، بنوا اتباعهم ثقافيا فكريا. 900 استاذ، 900 عالم في الكوفه فقط اللي هي فرع من المدينه، 900 استاذ في مختلف العلوم، كل يقول حدثني جعفر، يقول حسن الوشا، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. ولا تظن انه بس فقه واصول وحديث، لا، 900 حلقه دراسيه، 900 يعني حصه في جامعه الامام الصادق عليه السلام، حتى يقوي شيعته، حتى يقوي هذا المجتمع. وطلابه مو بس شيعه كانوا، طلاب مختلف، طلاب اشكال يعني. وتعجب الان يعني حتى علوم جابر بن حيان تلميذ الامام الصادق عليه السلام في الكيمياء الى الان موجوده في الغرب ويعرفونها اكثر من عندنا، اكثر من عندنا. فاذا الامام هذا يبني بناء علمي، مو الانسان تاخذ عن تريات والله نسوي ثوره ونسوي كذا. بعض الاحيان الانسان لابد ان يقدر، ولهذا ليس الواحد ياخذ من الائمه فيما يعجبه. واحد يقول الائمه سكتوا كالامام زين العابدين، واحد يقول الائمه ثاروا فخذ بنثور يلا نصير حماسيين. لا، الامام طالع يوم هو من الايام واحد من اصحابه قال له: يا ابن رسول الله، عندك 100,000، كيف يسعك الجلوس والقعود عن حقك؟ يقول طلع بنا في منطقه ينبع، هناك كان بساتين للامير المؤمنين عليه السلام، فراى رجلا معه جداء، يعني اولاد العنز يعني، فراى جداء قال: والله لو كان معي عدد هذه الجداء لما وسعني القعود. يقول: فصلينا ثم خرجت وحسبت الجداء واذا بها 17 عنزه يعني. زين لو عد، يعني مو قصده 17 واحد، وعنده اكثر من مئات يمكن، ولكن القضيه مو قضيه انه يلا خلينا نسقط بعدين شلون؟ قضيه مثل ما تقول المصير دخلت الحمام مش زي الخروج منه. واحد يدخل في مشروع بعدين كيف يطلع من عنده؟ لازم نفكر بهذا. على كل حال هذا اللي كان يمثل منصور، منصور يقول: قتلتهم وبقي كبيرهم. هذا الشجل المعترض في حلوق الخلفاء، هذا مثل عظمه وقفت لي هنا لا استطيع انه الفظها ولا ابلعها. يقول الربيع: رحنا ذي يوم الحج فقال لي: يا ربيع اذا دخلنا المدينه ذكرني بجعفر. انت قلت له: والله لا يموت الا على يدي. يقول انا خفت يعني. فرحنا الى هناك نسيت، فلما رجعنا من مكه المدينه قال لي: لم تذكرني يا ربيع. قلت: لقد نسيت. قال: اذا ما ذكرني اقتلك. بعد صار بها قتل. يقول: بس دخلنا قتله الامام الصادق. يقول: بعث على الامام الصادق عليه السلام لكن بصوره مؤلمه. يقول: جاءه الامام حاسرا، يعني استعجله بالمجيء بدون ما يلبس ملابس عليه، وحافيا، واراد ان يذل الامام عليه السلام بصوره اليمه. الامام عليه السلام طالما تألم من المنصور، طبعا بعدين الامام قرا دعاء وكذا، والله تعالى نجاه بكرامه، طبعا نجاه منه، لكن بالاخير سمه. بحدى المرات يقول انه الامام عليه السلام كان قد احرقت داره، داره احترقت، والامام عليه السلام شاف الاطفال يخرجون من الدار، تعرف الحريق يصير بالبيت، ناس بعد الله يجيرنا جميعا، كلهم اطفال يصرخون ويخرجون خارج البيت. يقول: ففزع الاطفال
ثم بعد ثاني يوم جاء بعض أصحابه وقالوا يا ابن، شافوا الإمام متأذي متألم، قال ابن رسول الله لماذا متألم؟ خير إن شاء الله يعوض يعني، زين السنة الإنشورس يعوض، هناك ما كان إنشورس قبل، الله يعوض. قال ما لهذا بكيت، ولكن لما احترقت الدار رأيت في الدهليز رأيت الأطفال يركضون، تذكرت منظر آخر، تذكرت أطفال جدي الحسين في يوم عاشوراء في ذاك اليوم. هاي الصورة حتى يربط الناس، يربطهم دائما بمصيبة كربلاء. تذكرت فرارهم فعلا، من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. تقول هذه الطفلة واحدة من أطفال الحسين عليه السلام، تقول النار قد، في رواية تقول النار أظلمت بثيابها، بعدين جاءها رجل حتى يطفئ النيران عنها. قالت وهي مذهولة، يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت لا لكم ولا عليكم. قالت يا شيخ، قلت بني إلى أين في هذا الليل؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب أن في الغري، في النجف، في الغري قبر، أريد روح النجف. قلت لها المسافة بعيدة بين النجف وبين كربلاء، بعيدة 80 كيلو تقريبا. قالت إذا كان كذلك إذا خذني إلى نهر العلقمي، ذهبت بها إلى جانب جسد هناك جلست عنده وهي تقول يا عم انظر إلى متني قد اسود من ألم السياق، أنا رايح العباس أقل نومك يا عمي مو محلة تشوف الرضالي بالمذلة، ما ترها يسلبني خولة. هذه الطفلة اليتيمة وغيرها أيضا من الأطفال جمعتهم زينب في تلك الليلة المؤلمة، جمعتهم ولم يبق لها حتى خيمة، ولكن على كل حال جمعتهم في ذلك الليل وكانوا في حالة من الأسى ومن اللوعة. توجهت إلى جهة النجف أيضا إلى أبيها أمير المؤمنين وكأني تخاطب الإمام عليه السلام، أبا حسني يا خير حنين لجاهي، أبث لك الشكوى بدمع مرق رقي، أتغضي ومنك اليوم آل أمية شفت كل ذحل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واقضي الكفار والمنافقين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. اللهم اكشف عن بلاد المسلمين كل سوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. تقبل أعمالنا بأحسن قبولك إلى أمواتكم وإلى من مات على الإيمان، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء، نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل